السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: أهالي البصرة يشيعون جثامين قتل المظاهرات الذين قتلوا على يد القوات الحكومية والميليشيات. في عنواننا الثاني: استمرار المظاهرات والاعتصامات في البصرة والمثنى، وهناك مظاهرات رجالية ونسائية. وأيضا: سيارات إسعاف تدعس المتظاهرين في محافظة البصرة، والصحة تنفي تبعية هذه السيارات لها. وفي آخر عناويننا: ضمن سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات، شاعر من البصرة يتراجع عن قصيدته التي هاجم فيها السياسيين والأحزاب بعد تعرضه للتهديد. أهلا بكم. تحدى أهالي البصرة حظر التجوال وشيعوا قتل المظاهرات الذين سقطوا برصاص الأحزاب وميليشياتها أثناء المظاهرات يوم الجمعة، وأكد المتظاهرون أن الدماء التي سقطت في البصرة وهي تطالب بحقوقها المشروعة لن تضيع، وأنهم لن يسكتوا حتى استرداد حقوقهم ومطالبهم. فلنشاهد. في هذا الإطار ونتابع مع حضراتكم تشييع القتيل أحمد محسن حميد اللعيبي، وهو أحد القتلى الثلاثة الذين اختطفتهم ميليشيات الأحزاب وأعدمتهم ليلا في منطقة مناوي باشا في البصرة. لو كان هناك شعور بالمسؤولية في العراق لما قتل هؤلاء، لو كان هناك ضمير، لو كان هناك حق وعدل في هذا البلد لما قتل هؤلاء في ظل وجود دستور وإن وضعه الاحتلال، لكنه ينص على حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي. لكن لا يوجد اعتراف بهذه المبادئ وهذه القيم في العراق، هناك عملية رفض كامل وشامل لكل لا تخرج ضد هذه العملية السياسية، ضد ميليشياتها وأحزابها، ضد الدول الداعمة لهذه الشخصيات الموجودة في السلطة الآن والسلطات التي مرت منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. القتل بلا ضمير، القتل بلا تردد وبدم بارد تهدر أرواح المئات من المدنيين في العراق، لأنهم يقولون لا لعملية سياسية فاسدة فاشلة دمرت هذا البلد، دمرت خيرات هذا البلد، سرقته هي وميليشياتها وأحزابها. لكن هذا الموضوع لا يمنع أن تستمر المظاهرات في العراق وإن كان هناك قتل، فهناك إرادة وإصرار أقوى
من القتل الذي يشاهده المتظاهرون أو يعيشونه ليلا ونهارا. انطلقت مظاهرات في مدينة السماوة بمحافظة المثنى تأييدا لمتظاهري البصرة، وأكد المتظاهرون وقوفهم مع أهالي البصرة ومع مطالبهم المشروعة، وكذلك ضد الأحزاب الحاكمة وميليشياتها. نبقى في هذا الإطار. طبعا المظاهرات التي تخرج شملت كل أطياف المجتمع العراقي، كل الأجناس، الرجال والنساء. النساء في البصرة وقفنا مع إخوانهن وخرجنا بمظاهرات ضد الأحزاب الحاكمة وميليشياتها وفسادها، وهتفنا ضد من يريد ركوب موجة المظاهرات والاستفادة منها. من أبرز ما شاهدناه في هذا المقطع الهجوم على مقتدى الصدر، وهذا الشخص الذي سبب لغطا كبيرا في الوسط العراقي المجتمعي والمظاهراتي. مقتدى الصدر الذي ركب أو طالما ما كان يركب أمواج المظاهرات أو يحاول أن يكون هو الطرف المختلف عن من في السلطة، الذي قاد مظاهرات اقتحم بها المنطقة الخضراء هو ومجموعة من أنصاره، وضحك على عقول الناس العراقيين الذين خرجوا بمظاهرات، صدقوا به وآمنوا أنه قد يمكن أن يحدث تغييرا بالرغم من تاريخه الأسود مع جيش المهدي. لكن يعني كان هناك تصديق ربما لهذا الشخص بفترة من الفترات، إلا أنه خذل هذه الجماهير وخذل هذه الملايين التي ائتمنته على حياتها
توقعت أنها أو أنه قد يحدث تغييرا، لكنه مثله مثل غيره تقهقر وبالتالي ثبت الوجه الحقيقي لهذا الشخص. الآن هو يخرج يدعم البصرة ويدعم المظاهرات، لكن أهالي البصرة وأهالي المتظاهرين والمتظاهرين أنفسهم يرفضون مقتدى الصدر الآن بكثير من المظاهرات التي خرجت والهتافات التي هاجمته وهاجمت الطريقة التي يتعامل بها، طريقة الشد والجذب والتفتيت وتدمير المظاهرات وفكرة التظاهر في العراق بشكل عام. نتابع مع حضراتكم الآن لحظة مهاجمة مجموعة من سيارات الإسعاف التي استولت عليها الأحزاب للمتظاهرين ومقتل أحد المتظاهرين دهسا بسيارات الإسعاف التي استخدمتها ميليشيات للهروب من بعض المقرات، وكذلك دهست المتظاهرين. القنوات الفضائية التابعة للأحزاب بثت مقاطع تحدثت بها عن تحطيم المتظاهرين لسيارات الإسعاف وحرقها، ولكن دون أن تبث الحقيقة. هذه القنوات الممنهجة طبعا أو يعني التي اتخذت من 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 سياسيها أو اتخذ سياسيوها منها أساء أداة لتدمير أو للهجوم على المتظاهرين بشكل أو بآخر، هذه القنوات الفضائية شوهت صورة المظاهرات وزيفت الحقائق. دعونا نعرض لحضراتكم حقيقة عملية دهس أو دعس السيارات الإسعاف للمتظاهرين. طبعا هذه هي الحقيقة، لكن دائرة صحة البصرة أكدت أن الإسعاف أو سيارات الإسعاف التي دهست المحتجين غير تابعة لها. دعونا نشاهد بيان دائرة الصحة، هذا طبعا على السومرية نيوز، موقع السومرية نيوز. دائرة صحة البصرة: سيارة الإسعاف التي ضربت المتظاهرين غير تابعة لنا. لدينا أيضا صورة أخرى هنا من موقع المربد الصحة كذلك: سيارات الإسعاف التي دهست المحتجين غير تابعة لنا. هذه الصورة تظهر عملية تكسير أو تحطيم المتظاهرين لسيارات الإسعاف التي قامت بدهسهم، لكن لابد أن نركز على نقطة. هناك جوانب تأخذها السلطة أو القنوات الفضائية التابعة للأحزاب، تأخذ الحقيقة من جانب واحد أو تأخذ الموضوع من جانب واحد ينافي الحقيقة، وهي أن المتظاهرين يعتدون على الممتلكات العامة ويعتدون على ممتلكات البلد من سيارات إسعاف كانت أو مؤسسات حكومية أو غيرها، ويقومون بالتحطيم وبالسرقة وبالحرق وغيرها. لكن الحقائق تثبت أن هناك ضرر يقع على المتظاهرين من هذه الأماكن، من الأماكن التي حرقوها أو دمروها أو كسروها، كقضية مقرات الأحزاب والميليشيات التي أطلق منها الرصاص على المتظاهرين وأردوا قتلى كثير منهم وأصيب الكثير، لأن هذه المراكز أو هذه طبعا المقرات التابعة للأحزاب وللميليشيات هي أوكار لعصابات مسلحة أطلقت الرصاص بأوامر أو بدون أوامر على المتظاهرين. وبالتالي الغضب الذي يجتاح الشارع العراقي الآن وشارع المتظاهرين والمظاهرات يتحول بالطبيعي كرد فعل على هذه الانتهاكات أو التعدي على المتظاهرين. نتابع نقطة مهمة الآن نعرضها لحضراتكم. الشاعر حسن المطوري
نشر مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يلقي قصيدة تمجد بالمظاهرات وتهاجم الأحزاب الحاكمة وفسادها وتهاجم الميليشيات وزعماء الميليشيات. دعونا نشاهد. تظاهرنا 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 وكسرنا خشوم الأحزاب والضدنا حشراسة لكسرة. تظاهرنا وكسرنا خشوم الأحزاب والضدنا حشراسة لكسرة. ملينا الفقر والظلم والجوع وحكومتنا الحثالة ما مقصرة. ابن رفحة شنو يستلم مليون؟ ابن رفحة شنو يستلم الاثنين؟ شنو مسوي حمر من طلع برا وموظف بالنفط بالشهر مرتين راتب والحوافز فرق مرة، وابن البرلمان 12 مليون ومن كثر اللغف مكسور ظهره، ولدكم بالمفطح تاكل هواي وولد الخايبة تاكل العشرة، ولدكم بالمفطح تاكل هواي وولد الخايبة تاكل العشرة. سكتة تريدنا ما ننتفض ليش؟ اي والله سكتة تريدنا ما ننتفض ليش؟ بعد ما نسكت انتفضت البصرة. أن على أبو إيران ولا أبو الأحزاب لا أبو كل سياسي لبس قطرة، لا أبو كل معمم لابس الدين وباسم الدين هل باقوا الفقرة. أن على أبو إيران ولا أبو الأحزاب لا أبو كل سياسي لبس قطرة، لا أبو كل معمم لابس الدين وباسم الدين هل باقوا الفقرة. وعمار الحكيم البايق الناس وخطاب على المنصة المرأة حرة، وعمار الحكيم البايق الناس وخطاب على المنصة المرأة حرة. وبشلع وقلع قاضيها تغريد، وبشلع وقلع قاضيها تغريد شاما غيرت بالوضع شعره، وبشلع وقلع قاضيها تغريد شاما غيرت بالوضع شعره. كافي من الحكي ملينا وياك، كافي من الحكي ملينا وياك. ذيل الكلب أعوج ما نغيره، اي والله ذيل الكلب أعوج ما نغيره. شاعر حسن المطوري. في بلد كالعراق يغيب فيه القانون، يغيب فيه النظام، يغيب فيه العدل والأمان والشعور بالأمان على النفس وعلى الحياة، الشاعر عاد بفيديو ثاني اعتذر فيه لمن هاجمهم. وطبعا هذا دليل على تهديده، وخصوصا بعد اعتبار الميليشيات من يخرج في المظاهرات سيحاسب محاسبة الدواعش، هذا تصريح الميليشيات. هذا الأمر تكرر كثيرا. سبق الشاعر المهوال الذي هاجم الأحزاب الحاكمة السارقة أمام عمار الحكيم، ثم بعد ذلك انتفض الحكيم ورفض هذا الكلام وقال غير صحيح، ثم عاد المهوال مرة أخرى واعتذر للحكيم بعد التهديد. طبعا دعونا نشاهد المقطع للشاعر الذي عاد عن كلامه وعن شعره. يالله السلام عليكم شباب، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله مرتاحين شباب. أنا الشاعر حسن المطوري، اعتذر عن القصيدة نزلت وان شاء الله راح تنمسح، واعتذر من سيد مقتدى الصدر، واعتذر من سيد عمار الحكيم وعلى راس اثنيناتهم، واسف خاف ازعجت واحد من السياسيين وكلهم على راسي، المعممين والاحزاب وكل واحد ذكرته بالقصيدة كلهم على راسي، وان شاء الله هاي القصيدة راح تنمسح، وان شاء الله وإن شاء الله راح أنزل قصيدة أمدح بها السيد القائد مقتدى والسيد عمار الحكيم حفظهم الله. وإن شاء الله أنا لا أهلي راضين عني بالقصيدة ولا عمامي، وجهت هواي انتقادات منها، وأنا غلطان ثلاث مرات، لا أهلي لا أبوي لا أمي لا أهلي لا عمامي كلهم ما راضين عني، وأنا وأهلي فداء للسيد مقتدى والعمار الحكيم. أهلا بكم. ميليشيات الحشد تتوعد المتظاهرين في البصرة وتصفهم بالمندسين والدواعش، إن قاموا بحرق مقرات الأحزاب والميليشيات. طبعا هناك صور كذلك سنعرضها لحضراتكم عن مواطنين من البصرة اعتقلتهم القوات الحكومية لتقول إن هؤلاء إرهابيين وقدموا من الأنبار في محاولة لزرع فتنة طائفية وتقسيم المجتمع من جديد. دعونا نشاهد المقطع. طبعا هذه الصور قبل المقطع، هذه الصور للأشخاص الذين اعتقلتهم القوات الحكومية في محافظة البصرة، قالوا إن هؤلاء إرهابيين، طبعا هم متظاهرون من البصرة ومواطنون، قالوا إنهم إرهابيون جاءوا من الأنبار. إن توجيه المظاهرات المطلبية للاعتداء على مقرات الحشد إنما جاء بتوجيه خارجي ونفذته أياد عراقية من البصرة وخارجها، ورغم انشغالنا في جبهات القتال
لا تزال الجبهة قائمة يعني. ورغم انشغالنا في جبهات القتال في المناطق الساخنة ألا أن الانفلات الأمني الواضح في البصرة والحفاظ على أرواح المواطنين واجب شرعي وأخلاقي وقانوني، حتم علينا النزول إلى الشارع لحفظ البصرة. وأننا نعلن التعامل مع من يريد أن يسيء لهذه المحافظة الكريمة وشعبها ومقرات الحشد الشعبي المقدس معاملة الدواعش في ساحات القتال. من حرق مقرات الحشد الشعبي والميليشيات الأخرى والأحزاب هم المتظاهرون، هم أهل البصرة. عندما تتعامل الميليشيات أو تصرح بهذا التصريح معناها أن المتظاهرون مستهدفون، لأنهم هم الذين قاموا بحرق هذه المقرات رفضا لوجودها ورفضا لسطوتها وتسلطها على رقاب الناس. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذه الصور والمقاطع. سناء تقول شوفوا لكم حل، الشباب دي أخذوهم واحد واحد، اتصلوا بالهلال الأحمر، منظمة حقوق الإنسان، اطلبوا المساعدة، هذول ما يرتاحون إلا يقضون على الشباب، الله يستر عليكم. في تعليق آخر، همسة تقول أكبر غلط لمن وقفته المظاهرات الحكومة ومقتدى، ضحكوا على الناس، ترى هذول أكبر حيالة وما يعرفون كراسيهم. في تعليق آخر باقر يقول والله يا شباب البصرة راح يقتلوكم بحجة مندسين وداعش، دير بالكم إيران بدت بالخطة عليكم. ولدينا أيضا أحمد يقول من الأخير يردون نعيش بذل وإهانة ولا واحد يتكلم، ناس سلميين متظاهرين ردوا علينا بسلاح وخطف. أيضا ضمن التعليقات شيماء تقول جاي يصفون بالمتظاهرين يخوفون بيهم حتى مرة ثانية ما يطلعون ضد الأحزاب. وفي آخر التعليقات لدينا ثائر يقول إبراهيم الريس متظاهر عاطل عن العمل من أهالي قضاء الزبير، تم اعتقاله وضربه وتصويره على أنه داعشي من محافظة الأنبار والحمير، ومنهم بعض المتظاهرين صدقوا هذا. للأسف طبعا هناك من يصدق، لكن هناك أمل بوعي الشباب الذي يستمر بالنهوض يوما بعد آخر. هذا الوعي أو هذه العقول التي بدأت تتفتح بعد 15 عاما من التغييب، الآن بدأ الجميع يعلم أن هذه محاولات سلطوية حكومية ميليشياوية إيرانية بتفتيت المجتمع ونشر الاضطراب ونشر الفوضى بين صفوف المجتمع. نراكم بعد قليل. بفقرة الهاشتاغ الوسم بعنوان ماذا قدمت إيران للبصرة، دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. تهاني تقول قدمت أجود أنواع المخدرات التي دمرت سكان البصرة الحبيبة. في تغريدة أخرى زياد علي يقول حولت إيران أسواق البصرة لمكب لكل منتجاتها المنتهية والغير صالحة للاستهلاك البشري، والضحية الشعب العراقي. ثامر العمري يقول قدمت الأحزاب والميليشيات التي دمرت البصرة ولإيران اليد في كل ما يحدث في البصرة والعراق ككل. وفي آخر التغريدات لدينا حمد المنصور يقول تدخلت إيران في شؤون البصرة والعراق ودمرت كل إصلاح ممكن أن يكون في العراق بعد صدام، لتستمر إيران وخونتها بحكم العراق والسيطرة عليه. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا ما لدينا بفقرة الهاشتاغ، وهذا ما لدينا بحلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.